الأستاذة سارة زوجها بيشرب حشيش وهي متجوزة من 5 سنين معاها ولد. هي بتقول أنا مش بطيء أشوفه بهذه الحالة. أما جينا نتكلم في النصيحة قالت لي أنا مش مستحملة. ما أنا النهاردة يا سارة سهل أقوم أقول إيه، إحنا نتطلق ونهد البيت، ده سهل سهل كده على بعض الناس. فأنا أما أعمل الخطوة دي وبعدين، وابني ده لما يكبر وأنا محتاجة هذا الزوج حتى لو هو بحالته دي، بس ممكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أنا عايزة أنك تصبري، هقول النصيحة اللي هي مش عاجباكي وبصي على الاتنين، تصبري وتحاولي بالنصيحة تارة، بأن أهله يساعدوكي وبأن احنا ناخد بإيديه، يعني لازم في متخصص يتابع معاه الوضع بتاعه، متخصص علاجي يعني ناخد بأسباب الشفاء عشان نوصل لحل. وما تهمليش الدعاء، الدعاء سر عظيم ولازم نلح عشان تفتح لنا أبواب خيرات الدعاء، ونختار أوقات الإجابة جوف الليل عقب الصلوات المكتوبات، حال السجود الإنسان، كل المواطن الشريفة من الأزمنة والأمكنة التي ورد فيها النص بأن الإنسان يستغلها، لأنها الدعاء أسرع فيها، لأن الحالة الذهنية والعقلية والقلبية للداعي أدعى أنها تكون في حالة من الخشوع والخضوع، فيكون الدعاء أرجى بالقبول. أستغل هذه الأوقات استنقاذ هذا الزوج، يعني ناخد بإيد هذا الزوج، ده معنى استنقاذه، استنقاذ هذا الزوج من الأمر اللي هو فيه ده، شرب الحشيش أو المسكرات أو ما شابه ذلك، ثوابه عظيم عند الله. أسهل حاجة أقول يلا نتطلق وخلاص يعمل اللي هو عايز يعمله وأنا أمشي وأخد ابني. الحياة مش الأمر ده، قرار مش يسير، وأكتر واحدة بتتعب فيه هي الست، لأن في طفل، في 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 أمانة بين إيدينا، فناخد بإيديه شوية. لما المسألة توصل لنا خدت بإيديه فعلا، مشينا مع أطباء، حاولنا معاه بالعلاج، حد بقى يقعد معاه، يعني لازم يبقى في متخصصين في الأمر مع مساعدة الأهل، والدعاء الدعاء الدعاء، ولحي في الدعاء وثقي بأن ربنا سبحانه وتعالى يقابل صبرك بعطاء وفرج. فده مهم أن الإنسان المؤمن في رحلته، وإن أنا أخد بإيديه ده لطريق الله المستقيم ده ثوابه عظيم. وبعدين نذكر هذا الزوج وكل من يسلك هذا المسلك الخاطئ أنه ورد في المناهي عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومخدر ومفتر، في رواية تانية كل الأنواع اللي تهز عقلك من قليلها لأكبر حاجة فيها محرمة، ورد فيها النهي، ورد فيها النهي. لابد للإنسان المؤمن أن يحافظ على عقله، العقل منط تكليف الإنسان، فلا بد للإنسان المؤمن أن يحافظ عليه وأن يتقي الله في نفسه، لأن دي من المقاصد، الحفاظ على العقل من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية، جاءت من أجلها الأحكام للحفاظ عليها عشان يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طيبة ويفوز في الدارين في دنياه وأخراه.